التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام من خلال انطلاقات هذا المساء ومنافسات سن الحقائق الثلاثة كيلومترات الحاضرة مع انطلاقاتنا في هذا المساء. سير مشاهدينا متابعينا الكرام مع انطلاقة تاسع الأشواط، نشاهد من خلاله انطلاقات هذه الأسماء والشعارات. أذهب مباشرة إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط وأول المراكز مع صواب هناك صواب على المركز الأول لهجن الشحانية. أتابع صواب هناك على البداية على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، وثاني المراكز من الجانب الآخر. تصل الشحانية هناك مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، هناك مع ثاني المراكز سعيد بن راشد الزعبي وثالث المراكز. أتابع هناك القدوم في هذه اللحظات من صفا على ثالث المراكز لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، محمد بن برقان بن مقارح هنا من يتابع انطلاقة هذا الشعار، ورابع الأسماء. وتابع القادمة في هذه اللحظات صواب لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران، وخامسا في هذه اللحظات وتابع القدوم وعلى خامس المراكز هنا ايضا القدوم من شعار سعادة الشيخ ناصر بن علي بن احمد الثاني هنا مع خامس المراكز، ولكن من غيرت في هذه اللحظات وانطلقت الى خامس المراكز شروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد وخليفة بن حمد الثاني، يتابعها راشد بن حمد المدهوشي. هذه النتيجة متابعينا الكرام للمراكز الأولى مع انتصاف المسافة، ولكن العودة إلى البداية إلى مقدمة الشوط هناك، والانطلاق مع بلشة على مقدمة الشوط هناك والصدارة، ولكن الله الله. أتابع هناك الانطلاق من الشاهينية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، هناك تنطلق على البداية على الصدارة على مقدمة الشوط مع لافتة الألف ومئتين. بدأ الانطلاق هنا والاقتراب من الأسماء والشعارات، ولكن سيوفنا لهجن الشحانية مع ثاني المراكز يقدمها الشبل جابر بن سالم بن فران، والقادمة هنا. وتابع أيضا الشروط لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد الثاني راشد بن حمد المدهوشي، ولكن أتابع الأسماء القادمة هنا والانطلاق والقادمة في هذه اللحظة مع صفا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، هنا يقدمها محمد بن برقاب بن مقارح، ولكن الأسماء أتابع الأسماء القادمة والانطلاق من غرام لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، هنا إذا قادمة في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى البداية إلى الصدارة إلى الشاهينية هناك لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، ولكن الله الله القدوم هنا. بدأ التهديد، بدأ الانطلاق من خلال أداء سيوف لهجن الشحانية، انطلقت سيوف، ولكن القادمة غرام هنا مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ولكن الله القدوم من الجانب الآخر. أتابع الاسم القادم هنا من يشكل الثلاثة مع ثالث المراكز مع ثالث الانطلاق، ولكن الله الله الصدارة هنا مع سيوف سيوف، ولكن القادمة هناك يتابع في قادمة هناك، ولكن أعود مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع سيوف سيوف، ولكن القدوم هناك من الجانب الآخر. أتابع القادمة في هذه اللحظات، ولكن سيوف مع اللحظات الأخيرة خط النهاية اللحظات الأخيرة مع سيوف. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللشبل جابر بن سالم بن فران ثاني المراكز. كان الوصول من فيل سمو الشيخ محمد بن راشد سعيد آل مكتوم، وثالث المراكز كان الوصول من غرام لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، ورابع المراكز كان الوصول من هيهات لهجن الشحانية، وخامسا كان هناك
خامس المراكز صواب لهجن الشحانية، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، وأيضا فوز وفوز سيوف وانتزاعها ناموس الشوط التاسع. نتابع أيضا من خلال الإعادة هنا على شاشة الريان الفضائية مشاهدينا متابعين الكرام لحظات الوصول ووصول سيوف إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس. 4:36 58 جزء من الثانية الثانية للشبل المضمرين جابر بن سالم بن فران. ثاني المراكز في لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم. 4:36 و86 جزء من الثانية التهنية لعبد الله بن نايف الهاجري. وثالث المراكز كان الوصول من غرام وتوقيت الزمني 4:37 36 جزء من الثانية التهنية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز بن جاسم الثاني، وايضا لمضمره حمد بن محمد الدهن. تهانينا والناموس للجميع.